صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله، يا خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين. المظلومين لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين لحقكم ما خاب والله، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا ليتنا، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أملك يد الزمان عناني، وإن الدهر بالخطوب رماني، لا أرى في الخطوب عارا إذا لم يتردى الفتى رداء الهواني. ليس بدعا حرب الزمان لحر بعد تشديد صفوة الرحمن. فرق الدهر شملهم بين جمع في ربا يثرب بكل مكان. أين طوس من يثرب إذ ترامت بابن موسى النوى عن الأوطان؟ قد كسته السموم أيوا إماما، قد كسته السموم خضرة لون فاكتسى الكون حالكم ألواني. لست أنساه بالفراش مسجى، آه
عاصف اللون ناحل جثماني. لما وصل خبره إلى المدينة أمر الإمام الجواد بنصب السواد، فمر علي بن جعفر على الجارية ورآها تنصب السواد، قال لا لم تفعلين ذلك؟ قالت بأمر مولاي الجواد. جاء إليه سيدي لم نصبت السواد؟ قال لمصيبة حلت علينا. قال يا مولاي مصائبنا كثيرة، يا ابني مصائبنا عظيمة، شيب الشام نبجي على ضلعين مكسورة ورا البق، لو للجنين اللي تعفر فوق التراب، لو قد جدنا اللي دهانا بكل رزي، وويلا ما تقلل يا فجئ. يا محلى صوتك ويا محلى وانتك، لا تبخل بيها. ننصب الماء ما تقلل يا فجئ، للي ذبح ضامي وعلى صدره رضي، لو للإمام اللي نشار مذهب جعفر من المنصور كل رزي، وويلا ما تنحصي يا ابني مصايبنا بتعدى. الله يا محبوس اقتلت شبان وولا، بالأمس خيي ظل رمي بجسور، وظلت على حر الثرى جثة رمي، ويلي يحن وجذب وزفر زفرة شديد، وقال لي يا عمي حلتي مصيبة جديد، ويا الرضا المأمون سواها مكي، قطع مهجته وزلزل السبع العلي، ويلي يا عيني
يا عين يا عين سحي والدمع دام الفقد الرضا اللي مات بالسيم، لا أخو عنده ولا ابن عم، لا أخو عنده ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تعالى أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. أطروا مجالسكم للصلاة على محمد وآل محمد. الحديث في جهتين: الجهة الأولى عن حياة الإمام الرضا عليه السلام، والجهة الثانية مفهوم الإمامة بنظر الإمام الرضا عليه السلام. أما الجهة الأولى فالحديث فيها يقتضي أن نقوم بجولة تاريخية لنتعرف على هذه الشخصية وإنجازاتها وأسلوبها في التعامل مع الناس. أولاً، دعنا نقرأ طبيعة الظرف والزمن الذي جاء فيه الإمام الرضا عليه السلام. وإن كنا نقول أنه نوعا ما ربما ظرف الإمام الرضا أفضل من ظرف أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، لكن الأمر لا يخلو من صعوبة أبدا. الإمام الكاظم عاصر أعتى ملوك بني العباس، يعني عاصر المنصور الدوانيقي وعاصر هارون الرشيد. هذا هذول اثنينهم يكفيان لما تقرأ التاريخ وتبحث عنهم وعن أعمالهم، ما يحتاج أن أحكي. وبالذات في زمن هارون الرشيد لا يستطيع التاريخ أن ينكر أن الإمام الكاظم خلال 14 عاما
ينقل من سجن إلى سجن ومن طامورة إلى طامورة. هذا كوضع سياسي. بعد هارون الرشيد من قتل الإمام الكاظم عليه السلام أراد أن يبين إلى الناس صفاء النية، فرفع الضغط عن أهل البيت عليهم السلام، فكانت بداية حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في المدينة ليس عليه أي ضغط سياسي، ما عليه أي مشكلة، فكان يمارس حياته طبيعيا إلى أن جاء الأمين وبعدين إجا المأمور. هذا على المستوى السياسي. على المستوى الاجتماعي، أي إنسان يرغب أن يعمل عملا اجتماعيا وبالذات عمل إصلاحي لابد أن يقرأ الواقع، لابد أن يعرف شنه قاعد هو يسوي وما هي البيئة وما هو المحيط الذي سيعمل فيه. من إجى دور الإمام الرضا عليه السلام كان هناك تيار منذ بداية الدولة العباسية، واللي يقرب التاريخ ويتمعن كأن الدولة العباسية هي الراعي الرسمي لهذا التيار، إن شئت تسميه تيار سياسي لأن الدولة تمونه، أو تيار عقائدي لضرب العقيدة الشيعية من الداخل، وهذا التيار هو تيار الغلاة. من تجي الدولة العباسية وتمول هذا التيار حتى ينتشر بين المجتمع الشيعي الذين يعتقدون بالغلو. الغلاة من هم؟ الذين يعتقدون بألوهية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. تصور أنت من داخل البيت الشيعي يقول لك احنا نؤمن بالأئمة الاثنى عشر لكن نعتقد أن عليا هو الله، هذول أئمتنا كفروهم، منعوا من الصلاة على جنائزهم وزيارة مرضاهم والتعامل معهم. بس لما أنت تجي في مجتمع هذا تيار قوي لابد أن تضع له خطة لإزالته أو لمعالجته. هذا واحد. اثنين، إجا بزمن الإمام الرضا، يعني بداية إمامة الإمام الرضا، بدأ تيار من الداخل من البيت الشيعي وأطلقوا على نفسهم الواقفية، الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم يسمونهم بماذا؟ بالواقفية. زين، هذول إلهم رؤية، وهاي الرؤية خطرها فوين؟ خطرها في من طرح هذه الرؤية. أعمدة الواقفية كانوا من ثقات الأئمة، يعني كان الأئمة يثقون بهم، كانوا من الطبقة العالية العلمية، يعني كفقاهة وعلم ومعرفة، وكذلك وجاهة اجتماعية، الناس تثق بهم وتسمع منهم وتأخذ عنهم. فمن يجيني واحد في مجتمعي بهالمستوى ويطرح إلي فذي أطروحة، وإن كانت هذه الأطروحة غريبة وإن كانت هذه الأطروحة بعيدة عن النص اللي إجانا من النبي صلى الله عليه وآله، قطعا ستؤثر في الناس، قطعا ستؤثر في الوضع الداخلي، سوف تسبب انقسامات. مثل علي بن أبي حمزة البطائن اللي كان عمدة أصحاب الإمام الكاظم، البطائن اللي كان من أهل الرواية من أهل الحديث، يروون عنه الرواة وهو يروي عن المعصومين. يعني أنت ما تتحدث عن واحد ما إلى قيمة في المجتمع العلمي أو في المجتمع النص الروائي، لا إلى مكانه. يجيني علي بن أبي حمزة البطائن يقول أنا أعتقد بأن الإمام الكاظم هو آخر الأئمة، ولا أعتقد بإمامة الرضا ولا من يأتي من بعد الرضا. زين، شنو تعتقد؟ قال أعتقد بأن الإمام الكاظم هو إمام الزمان.
هيئ لكم أنه مات لكن سيعود في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. هذا سوى بلبلة في المجتمع الإسلامي وبالذات في المجتمع الشيعي. ماذا صنع الإمام عليه السلام؟ إجا أولا إلى تيار الغلاة وأمر الإمام عليه السلام بمقاطعتهم، عدم الصلاة على جنائزهم وحضور مرضاهم والتعامل معهم والبيع والشراء معهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم. وفعلا يعني الأعداد اللي كانت توالي الإمام عليه السلام قاموا بالمقاطعة وأثروا على تيار الغلاة، فمنهم الكثير منهم عاد واهتدى إلى رشده، وأما الأقلية التي لم تستطع بعد التأثير بعد انحسار العدد الكبير منهم. أما الواقفية كان الأمر أصعب مما تتصور. كيف تعالج، كيف تطعن في من كان ثقة لك؟ البطائن كان ثقة الإمام الكاظم. كيف يتعامل الإمام عليه السلام مع هذا الشخص بالذات ومع أعوانه؟ أولا وجه إليه الإمام مجموعة من الخطابات المؤدبة القائمة على أساس النصوص التي تفيد بأن الأئمة عددهم شقد؟ 12. واستعرض إلى النصوص الواردة عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام والتي رواها العامة والخاصة، حتى بين الإمام الرضا عليه السلام ابن البطائن في أعين الناس بأنه معارض للنص. إذا أنت معارض للنص الإلهي شلون أنا أتبعك بعد؟ انتهت القضية. بقيت مسألة عند الواقفيين وهو الأموال التي قبضوها عن الإمام الكاظم عليه السلام، تقدر يعني كانوا مجموعة 3 أو 4 وأقل واحد عنده 70,000 درهم، يعني بالملايين كان عندهم، وأمرهم الإمام الرضا بتسليمها لكنهم لم يسلموه إياها. شاهدنا هذولا استطاع الإمام أن يقصيهم ولم يؤثروا على المجتمع الشيعي وأضعف الخطة العباسية. زين، نجي للأمر الثالث. الأمر الثالث، استثمر الإمام الرضا فترة ذهبية كما استثمرها الإمام الباقر وكما استثمرها الإمام الصادق عليه السلام. بعد هارون الرشيد أوصى هارون إلى ولده الأمين ولم يوصي إلى ولده المأمون، والسبب في ذلك أن الأمين أمه زبيدة أميرة سيدة حرة، والمأمون أمه جارية، فكيف يقدم ابن الحرة على ابن الأمة؟ ولو تقرب التاريخ ستجد أن المأمون فكريا عقليا إداريا، المأمون يعد من دهات العرب، كان يحب الفلسفة يحب العلم، مغرم بالمناظرات العلمية، وحتى أكو بعضهم يقول أنه جاء إلى المدينة تلميذا للإمام الرضا عليه السلام حتى ينهل من علم، رجل عنده علم عنده طموح. زين، هذا الفترة الزمنية اللي أراد المأمون أن يقتل أخاه الأمين، استمرت الحرب فترة زمنية، الإمام هنا خرج من دائرة الرقابة ودائرة الضغط النفسي، قام بإعداد المدرسة التي خلفها الإمام الكاظم والإمام الصادق، وبدأ الناس يزحفون إليه من كل حدب وصوب
يستفيدون من علمه ومن عطائه، حتى تخرج من تحت يديه من يشهد لهم بالعظمة والعلم والمعرفة كالريان بن الصلت وأبي الصلت الهروي ومحمد بن أبي نصر البيزنطي وابن الزيات وغيرهم من الأصحاب الثقات الأعلام. وهذا إن دل على شيء دل على أن الإمام عليه السلام اهتم بتربية النخب الصالحة. زين، وبعد الإمام الرضا عليه السلام فتح مجال الرواية والسؤال حتى عرف في زمانه بعالم آل محمد صلى الله عليه وآله، وهذا تقرأه في الروايات، قال عالم آل محمد أو عن عالم آل محمد، فهو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حتى شهد له المخالفون ما وجدنا عالما كعلي بن موسى الرضا، وشهادة المأمون حينما عارضه العباسيون لما عرض ولاية الأمر على الإمام الرضا وعارضه العباسيون قال لهم والله إنه أعلم أهل الأرض ولمست ذلك بنفسي، ولا أنا أعرف. لذلك لما أشخص الإمام إلى خراسان، ظل الإمام بخراسان شقد من وصوله إلى استشهاده؟ سنتين، وإلا 15 سنة الإمام بالمدينة معلم ومربي ومرشد، يعني قام بأدواره طيلة 15 عاما، بل كان هو محور إخوته. والإمام عليه السلام الإمام الكاظم في وصيته إلى أولاده قال عليكم بأخيكم عالم آل محمد علي ابن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني عالم آل محمد مو بس لغزارة علمه، وإنما للنص الصريح الذي جاء من الإمام الكاظم في حق الإمام الرضا عليه السلام. زين، إجا دور المأمون العباسي وانتقل الإمام إلى خراسان، وبدأ المأمون يشبع نهمه وشغفه بالمناظرات العلمية، وصار يعقد من أي ملة من أي فكر يجيبهم ويخلي الإمام يناقشهم، مرة مع اليهود، مرة مع النصارى، مرة مع الملحدين، ومرة مع بعض التيارات الأخرى، وكان الإمام يفحمهم بالدليل والبرهان ويقطع عليهم الحجج، حتى أذعن له القاصي والداني بأنه أعلم من عليها. النقطة الثانية، مفهوم الإمامة في نظر الإمام الرضا عليه السلام. يقولون إن للزمان والمكان أثر في فهم النص. الزمان متى والمكان وين؟ زين، يجي الإمام الرضا عليه السلام في يوم إشخاصه من المدينة إلى خراسان، تجي التعليمات والأوامر العليا من المأمون إلى الجيش اللي ماخذ الإمام الرضا، يقول له لا تمرون به على الكوفة وقم. ليش؟ قال إنها تدين له بالولاء، والله ما مر بها حتى بايعوه بأمرة المسلمين. لا تمروا به من هناك. زين، وين نمر به؟ قال مروا به على البصرة والأهواز، وانت داخل إلى، فإن هناك ليس له شيعة. زين، إجا الإمام الرضا عليه السلام إلى منطقة تسمى بنيشابور، تبعد عن مشهد 150 كيلو.
اللي راح إلى مشهد الله يرزقنا وإياكم الوصول، منطقة تسمى بقدم قاه اللي بيها قدم الإمام عليه السلام، هذه نيشابور. في ذلك الزمان كانت نيشابور منطقة عامية ليست شيعية، ولا تدين بالولاء لأهل البيت عليهم السلام. فلما سمعوا بأن ركب الإمام سيمر بهم خرجوا واستعدوا وجهزوا الأقلام والقراطيس، لأن أهل نيشابور منذ ذلك الزمان كانوا محدثين أهل رواية، فما يصير يمر الإمام ولا يستفيدون منه شيئا ويثبتوه. لذلك هاي الرواية رواها العامة والخاصة بالتواتر. زين، مر الإمام بنيشابور، خرجوا في استقباله، قال علماؤهم: أيعقل أن يمر بنا ابن رسول الله ولا نستفيد منه شيئا؟ فقال لهم الإمام: يلا كتبوا. قال كلمة لا إله إلا الله، قال أولا عن أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أخيه الحسن بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله تبارك وتعالى، أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. ليش الإمام يذكر هاي السلسلة إلى أناس لا تدين له بالولاء؟ ناس عمين ليسوا بشيعة، ليخبرهم أنهم إنما يسمعون سلسلة معصومة غير قابلة للخطأ، لأن هاي الأسماء حتى في تأريخ أهل السنة يعتقدون بعلمهم وفضلهم وتقواهم وورعهم وأولويتهم على الخلق، ماكو نقاش في هذه السلسلة. بس حتى يقول لهم الإمام: ترى إحنا هذولا هاي السلسلة من يروون مثل هذا النوع من الروايات. قال لهم: لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لكن التوحيد مشروط، ومعرفة الله على كثر الطرق إليها، إلا أنها بالنتيجة محصورة في طريق واحد. ليش أهل نيشابور بعد هذا الكلام كله تشيعوا؟ ما خرج الإمام منهم إلا وهم متشيعون. شنو مدى التأثير هذا؟ أذعنوا ولكن بشرطها وشروطها. ما ممكن أن يعرف الله وأن يعبد الله بطريقة عشوائية، لابد بطريق نصبه الله. مو الله ايش قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ أين رسلك الذين لابد أن نتعرف عليهم؟ فإذا بحثنا سنجد حتى الأوصياء هم رسل الله إلى الخلق. فأذعنوا أنه من رسل الله ومن أوصيائه، فتشيعوا على يديه، فسبقه إلى مرو خبر التشيع. شنو هالتأثير؟ شنو هالكاريزما اللي عند الإمام عليه السلام اللي ما احتمل المأمون العباسي هذا الأمر، وصار يحيك المؤامرات على الإمام، عرض عليه ولاية الأمر، الإمام رفض، ولما أجبر قال أمام الناس: أنا أقبلها من دون أن أعزل أو أنصب، يعني أقبلها اسما، أما فعلا ما إلي علاقة. فعلم الناس أنه مكره ومجبر عليها، وقطع الطريق على المأمون، فما وجد حيلة إلا التخلص منه. إن قتله علنا جر الويلات على نفسه،
لكن استعمل أسلوب الغدر والخيانة كما هم آباؤه، فأعد مائدة ووضع السم في حبات العنب، ودعا الإمام إلى قصره. إجا الإمام يقول: أبو الصلت، قال لي: إني داخل إلى هذه الطاغية، فإذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني. دخل الإمام على المأمون، دار بينهما الحديث: لماذا لا تأكل من زادنا؟ قال: إن نفسي لا تشتهي. قال المأمون: أو تخوننا يا ابن العم؟ قال: لا والله. أخذ المأمون العنب وقدمه إلى الإمام، فتناول منه حبيبات ما إن وصلنا إلى جوفي أحس في بطني كالنيران من حرارة السموم. قام على رجليه، نادى المأمون: إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال: إلى المحل الذي وجهتني إليه. وضع الإمام الرداء على رأسه، خرج من القصر مغطى الرأس، وصل إلى داره وقال لأبي الصلت: يا أبا الصلت، أقفل خلفك الأبواب. يقول: أقفلت الأبواب. فرمى الإمام الرضا بنفسه على فراشه يتلوى من حرارة السموم. أيوا إماما، ما التفت إلا إذا بغلام أشبه الناس بمولاي الرضا. قلت له: سيدي، من الذي أدخلك إلى الدار والباب مقفل؟ قال: هو الذي جاء بي من المدينة إلى هنا. يقول أبو الصلت: رمى الغلام بنفسه على الإمام وهو ينادي: وأبتا وعليا. التفت الإمام الرضا قال: يا أبا الصلت، هذا حجة الله علي، هذا خليفة الله من بعدي، ولما حان حين عرق جبينه وسكن أنينه، مد يديه ورجليه، غمض عينه وأطبق وفاضت روحه. أيوا إماما وسيدا. قام الإمام الجواد بتجهيزه، غسل كفن صلى عليه، ثم أنزله إلى ملحودته وآل عليه التراب. شي خاطب أبو شي يقول يقل جيتا ياك يا بويا على الميعاد، جيتك مثل جية السجاد يوم الإجا يدفن الأجساد، يا يوم الإجا يدفن الأجساد. ولي جيتك يا ابويا بقلب مفطور، ولا شفت منك نحر منحور، اي والله ولا شفيت منك ضليع مكسور، اي والله ولا شفيت منك ضليع مكسور.
أويلي جيتك أوسدك تحت قبرك ولا شفت سبع لنحرك ولا داست الخيال صدرك أي ولدا سد الخيال صار ويلي أسفي عليك يا أبا عبد الله سمعنا دفان دفان يحفر قبر ويفصل اجفان ما شفنا اليموت يضل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان وراسه تعلب راس الاسنان